نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. السلام ورحمة بسم الله. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، ابتداء أحب أن أتوجه إلى الإنسانية قاطبة والأمة الإسلامية جمعاء بأزكى وأعطر التهاني بمناسبة مولود الإمام الحجة سلام الله عليكم. ولي الله وخليفته في أرضه، وأقول لكم وأقول له: سيدي، أبايعك في هذا اليوم المبارك الميمون على السمع والطاعة في المنشط والمكره عاد خليني بعد للعراقيل، وعلى أن أبذل بين يديك الشريفتين مالي ونفسي وولدي إلى أن ألقى الله، وأنا على ذلك. الله يرحم والدي. سبحان الله. والدي سبحان. وعندي أبيات كتبتها حبا للنبي المصطفى، وأيضا في ذكرى هذا اليوم المبارك بولادة الإمام المهدي الحجة عليه السلام. يا قمرا احتار بك الواصفون وصفا، إذا اكتمل حسنا وتلألأ، وأضاءت لنور وجهه الدنيا أشرقا، تزينت له الأرض به وتجملا، بفضل وضوئك سيد الناس اقتتلوا، كيف لا، وبه يتطهر الإنسان ويتبركا، كنت قرآنا يمشي على أقدامه، ما زاد الواصف بكفا وما كذبا، كيف لا وأنت صاحبه، فيك وبك وعلى صدرك تنزلا، تبت أيدي أقواما ورغمت أنوفهم، جحدوكم جحدوا أمركم، عثرت خطاهم ولا زال بأمره يترددا، ولمولدك مولاي تفتح الزهور الدنيا وتجملت، تأنقت وتزينت وتعطرا، هنيئا لقوم أنت لهم إماما وخليفة، جند لك مخلصين وتسلحا، إيمانا وبنور المصطفى خير الورى، ليكم سيدي إن قادت وسلم. الله يطيب أنفاسك، رحم الله والديك. أجي 3 دقائق أرد علي وأقل لما لا أراك، أهان عليك توجعي، لما لا أراك أهان عليك توجعي، أمشط عنك بأدمعي مرسالها، أم أنت قلب يوسف ألقت به في الجب نفسي طيشها وخبالها، أملك بالبحيسة لذة زهدة وبالها، ولقد طلبتك في المواطن كلها، روحي فداء وطال بي ترحمها، أملي يعارضني وحبك فارسي، ولقاك آية بنيتي وكمالها، ما خانني جلدي بذا كلا، ولا أنا في دراك نقيبتي مخلالها، فوجدتني رضوى وأنت نزيله، وقف أنت ومهجتي نزالها، وأبى اللقاء بيني وبينك جنة إلا أيام الحسين جمالها. وهذا خصيصا لأبو باقر، لأن تعب اليوم، أقول له وينك، خل سكت الوادم الضدي، لا هون عليك مجيتك ردي، كون احضرها من تنطل وجوه الوان، من تصيح بيهم ها انا المهدي، يلم واعدني وانا اعلن وعد ظليت حاير، والليالي ويا الهوى تعدي، اتانيك بملامح خاطر المكسور، وتوجع لروق الدمع اللي بخدي، تبرد فرقتك واشعل الوعدك شيب، مجنون بلهفت وما أعرف حدي، خبر جيتك عمر بلغني بقرآن، مو حسبة سوالف لو حلم وردي، خبر جيتك عمر بلغني بقرآن، مو حسبة سوالف لو
حلم وردي تحت ظل يا سقف عطرة تتلاقى وياه أريد أشتم لقائك كل وحدي أريد أبعد قارك وحش كل شي لا ولو بعض الكلام يوصلك ودي ودي أهد الروايات الضعيفة يروح تجي وعهد الروايات الضعيفة يروح وتقويم اليقين بجيتك يبدي وزخ من عبرة التوبة نعيم دموع وشوفك حد نهاية طاقتي وجهدي على كلمة الذر العهد نفسه وياك تلقاني الموالي والمخلص الجندي انتظرك وانتظر وعيوني وقت الموت انطيهن الواحد ينتظر بعدي وانطيهن الواحد أحسنت ينتظر بعدي بارك الله بك. وأختم بآية قرآنية واحدة من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم. إلهي اجعلنا المباركة من أنصار الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. شكرا لك. جزاكم الله خير جزاء. شكرا. علي العراق تفضل كمل وأبو سلطان يرد عليك. تفضل علي العراق. يا حاج وعد. نعم. بس. حاج وعد. نقلبها أشعار وقصائد يعني. والله ما أحلى الأشعار والقصائد في ذكر محمد وآل محمد. لعد حسان بن ثابت من كان يشعر للنبي حرام لو بس هنا حرام. تفضل يا علي. حتى العائشة كان يشعر إذا عندك أقول لك يا أبو سلطان إذا عندك قصيدة عن معاوية تفضل مثلا معاوية أرتب لك فد واحدة عن معاوية عن يزيد يعني أبو مصطفى يعني هو انزعج لين أني ذكرت قصيدة في حب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم والله ما أدري مثل حسان بن ثابت ليش أقل هذاك اليوم هو هذاك اليوم يتغنى في حب الصعلوك لا أشبع الله بكم لا 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 يتغنى من حب الجاي راح أحضر لك قصيدة عن معاوية ويزيد يدلل عفولي أنا والله شوف سوف بإذن تؤلف قصيدة سوف أكتب قصيدة إلا إيش في صدور قلوب المؤمنين الشيعة في معاوية الصعلوك لا لا العلي العظيم لا 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 لا, لا أبو سلطان أبو سلطان والله إني لا أقبل أن يسبوك لأنك تتولى معاوية الصعلوك ما أقبل هذا تفضل هذا أول بيت هذا البيت الأول هذا تفضل حج هذا شعر هذا حج وعد هذا شعر هذا من لا أرضان يسبوك من تتولى معاوية الصعلوك هذا وزن قافي اسمع قول أقول من دوحة المجد أمية ومن سرابيك يزيد ابن معاوية الذي كان سيفا على العدا جعل الروافض في الذل يمضون وهم في الملك والحكم عليكم حاكمون جبر هذا خليفة يزيد بن معاوية اللي يقول عن عبد الملك المأبوس أقول لك هذا حتى لا وزن لا قافية هذا لك أنت حتى شعر ما الله قبر والله قبر والله قبر مو لفك قبر قبر قبري قبر إذا قبلك لك قبر والله على الله والله يعني حتى تمسلت ما تعرف يعني واحد يريد يمسلت هسه واحد يريد يمسلت ما يعرف شلون يمسلت والله العظيم من قبر اللبفك والله العلي العظيم مهرج والله مجرد انسان مهرج هذا لا يعني ابو سلطان ابو سلطان شيخنا الحبيب اريدك ترد على علي العراقي بالماده العلميه التي سيطرحها سماحه الشيخ ابو سلطان تفضل شيخ علي العراقي اخونا تفضل نعم أبو سلطان والكل سمع يقول أنا شيخ ودرس في الجامعة الإسلامية في
في سوريا تتذكر حاج وعد صح ابو سلطان؟ اي خلي جاوب ليس جامعة اسبانية بل الشريعة من لوازم كلية الشريعة يدرسون المادة اللغة العربية. اوقف اوقف لا خلي اكد ما يصير خلي اكد ودار الشريعة شيخنا الحبيب ابو سلطان دار الشريعة نعم 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 في كلية الشريعة في المدرسة النبهانية في حلب. طيب كيف حالكم في اللغة العربية؟ طلعت حلب الرجال حجة البلاغة في الكلام ليست قوة وشجاعة بل في الدليل هي القوة والشجاعة. ما حالك في الإعراب؟ هاي أبسط مادة في اللغة العربية الإعراب حتى طالب ابتدائي يعرفها. أنا كلمتين بالعربي ما أعرفه يا رجل. ها؟ أنت كلمتين بالعربي ما يعرف يتكلم. شوف همين راح للسيد السيستاني شو يعني والله هذا إنسان مهرج والله أبو مصطفى أنت والله لو تمنع الفرصة تفضل يعني تفضل, تفضل تفضل علي خلي هذا عنده هذا تفضل تفضل والله أنا أريدت أفضحه وأخزيه على الملأ يعني أوجه الأسئلة ولكن ومجرد توجيه هكذا سؤال استاذ علي عوفه خلي يستوي تفضل نعم انا اقول لل بعض المتواجدين